سؤال جه قبل كده في أولمبياد 2008، بيقول كيف تحصل على ملف لولبي يمر به تيار كهربي مستمر له قطبان خارجيان متشابهان في طرفيه؟ وضح بالرسم. يعني هو عايز هنشوف الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أنا هرسم برضه محور كده للملف، ادي البطارية اهي، وده السلك. هيبدأ السلك يطلع كده نقط من ورا، ماشي من ورا، البطارية بتاعي كده اهو. انا بلف الملف معاكم اهو، مش هعمل النقط اللي ورا. هفترض ان انا وصلت لنص الملف كده، هاجي بقى اكمل عادي، بس بدل ما ارجع من ورا اكمل عادي جدا السلك بتاعي كده. وبعدين هعكس اللف، يعني السلك جاي كده يبقى التيار بقى كده. يعني عكست اتجاه اللف بس مش اكتر. يبقى ده الشكل العام بتاعي اللي احنا عملناه. هيبقى ده قطب، لما اطبق القاعدة هنا هيبقى ده قطب جنوبي وده كمان قطب جنوبي، والقطبين الشماليين هنا. يبقى انا كده اول طريقة حصلت بيها على ملف لولبي ليه قطبين متشابهين خارجيين. واضحة؟ رسمناها، عملناها خطوة خطوة مع بعض واديناها وقتها. الطريقة التانية هنمسح ديت وهنعمل الطريقة التانية. تعال نشوف بقى الطريقة التانية. ادي البطارية قدامي اهي، وادي محور الملف اللي انا هرسم. هبدأ ارسم بقى. وكأني هعمل ملف تاني، الطرفين دول متوصلين بياخدوا من القطب السالب، التيار خارج فيهم وخارج رايح. التيار خارج رايح اهو، سواء التيار خارج رايح من، سواء كان من السلك ده ماشي كده اهو، او من الاحمر برضك عشان نعمله بنفس اللون الاحمر. التيار اهو ماشي اهو، الأسهم دي بوضحها اهي. يعني كأني عملنا ملفين، كأني عملنا ملفين، كأني عشان نوضح كده، كأني احنا وصلنا الاتنين دول بالقطب الموجب، ده ملف، وهنا السلكين دول لحمناهم في بعض ووصلناهم الاتنين بالقطب السالب. اما السلكين دول برضك في سلكين اهم ملحومين هنا، واحد فيهم راح يلف كده في الاتجاه ده. يبقى انا كده عندي قدرت اعمل ملفين، ملف لولبي
لقطبين متشابهين من الخارج. هو مش عايز غير توضيح الرسمة. انت حتى يعني انا بس حبيت ارسم الرسمة قدامك عشان ما تيجي ترسمها تقدر ترسمها بطريقة صح.